اهلا ومرحبا بكم. كما تروا اليوم باش نعمل معكم شيبس. صغار يحبوا الشيبس. انا خديت بطاطا كما هكا قشرتها وخديت مغرفتين خل وخديت ماء دافي وملح، وانا خديت الرحايه هذيا باش نرحي فيها الشيبس. كما تروا هذه هي الشيبس هكا. اوكي شيبس باش نصبو تمكا الصحفه. كما قلت لك باش نصبو عليه ماء دافي ماهوش يحرق، دافي من هكا باش نزيدو مغرفتين خل ونزيدو الملح ونخليه ربع ساعة في الماء الدافي هذيك هاكاك الملح والخل ونرجع لكم. وكما تروا تويكا هاكيا البطاطا نتاعنا قعدت ربع ساعة، تو باش نقطرها من الماء ونسخن الزيت ونقليها. كما تروا تويكا انا قاعده نقطع فيها من الماء، نقطرها من الماء والزيت قاعد يسخن. نضرب نرمز الزيت مازال ما سخنش بالباهي ونرميه لهنا بالكعبة، مرميهاش فوق بعضها، نرميه هكايا بالكعبة باش تجينا كل كعبة وحدها. كما ترون هذه البطاطا نرميها هكا كعبة وحدها، من ثم تكون البطاطا كيما هكا طرية، هنا كيما هكا تبدا طرية. الزيت سخون Thank you.
هنا كما تروا رميت الرشه الثانيه، نكمل نقليها الكل ونرجع لكم في صحن التقليب. كما تروا لهنا انا حطيت الرشه الاولى كما هكا، حطيتها على بابي صحن، باش نزيد نعاود معكم رشه اخرى. متابعة متابعة نزيد السخون، كما تروا لهنا هي هكا نودكم ونشاهدكم. وكما تروا لهنا هي البطاطا نتاعنا حضرت الشيبس بالاحرى، نحكي لكمش على البنه وعلى القرميشه، جربوها وما تندموش. في وصفه اخرى وبسلامه.